قصيدة السماء وأل يقول فيها: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وأن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. وإنا لقوم لا نرى القتل سبة، إذا ما رأته عامر وسلول. صفوانا فلم نكدر وأخلص سرنا، إناث أطابت حملنا وفحول. وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقوله.